بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة رقم 23 من فوازير الحكيم. النهاردة 13 رمضان 1443. كنا بنتكلم امبارح وسألنا من هو الدمرداش. طبعا مصر عظيمة جدا وزاخرة جدا يعني بعظمائها في تاريخها كله. فزي ما قصر العيني استخدم ليكون أول كلية طب، فهنشوف هنا أن الدمرداش ده اسم عالم أزهري جليل تورع بالقصر بتاعه أو ببيته يعني ليكون مدرسة للطب. من هو الدمرداش؟ ولد فضيلة الشيخ عبد الرحيم مصطفى صالح الدمرداش باشا في القاهرة عام 1849. ده عالم وباشا في نفس الوقت، يعني عالم ومن أثرياء القوم. طبعا مصر في الوقت ده كان فيها رجال الأعمال أو الطاعين أو اللي هم أصحاب رؤوس الأموال، وكان في الفلاحين، وكان في العلماء ومجموعه علماء الازهر يعني، وكان في المماليك. طبعا المماليك لغايه 1812 لغايه لما ايه لما قضى عليهم محمد علي، فبعد كده ما عادش فيه غير اللي هم الفئات اللي قلناها من شويه. فالشيخ الدمرداش كان يجمع بين حاجتين، بين العلم الشرعي فهو من علماء الدين، وكان ايضا من الطبقه الثريه التي تملك رؤوس الاموال الكبيره. ولد الشيخ في القاهرة والتحق بالأزهر الشريف، وتتلمذ على يد عدد من عظماء الشيخ من علماء الأزهر العظماء أمثال الشيخ عبد الرحمن الرافعي الحنفي. كان الشيخ أحد أهم رجال الأعمال الباردين، هو كان شيخ ورجل أعمال واقتصادي بارع وأحد الفاعلين في الحركة الوطنية. أنا كان رجل عظيم جدا، كان يعني متعدد المواهب، وكان عضوا ايضا في مجلس شورى القوانين المصري والجمعيه العموميه المصريه. في شهر اغسطس من عام 1928 دعا الشيخ عبد الرحيم باشا الدمرداش عددا من اعضاء مجلس وزراء مصر الى بيته في محطه الترام بالاسكندريه، وسلمهم وثيقه تبرع للتبرع، وهو وسيدة حرمه وسيدة كريمتهم يعني بنته ومراته، تبرعوا بمبلغ 100,000 جنيه مصري في وقتها 1928، يعني نقدر نقول 100 مليون بالراحة دلوقتي. ال 100,000 دي خصت 40,000 لإقامة مستشفى خيري لعلاج غير القادرين مجانا، على أن يكون باقي المبلغ وقفا لصيانة المستشفى بعد بنائه وتجديده. 100,000 جنيه دي هو عملها لإنشاء المستشفى، 40,000 يتعملوا في الإنشاءات، و60,000 يتعمل بهم وقفة خيري يصرفوا على المستشفى. ثم تبرع بحديقة قصره لإنشاء، يعني هو تبرع بالأرض وتبرع أيضا بالفلوس اللي هتبني المبنى. فهو الحديقة قصره كانت مساحتها 15,000 متر مربع، تبرع بها لإقامة المستشفى عليها، وسميت المنطقة كلها ب منطقة الدمرداش تحديدا لذكرى هذا العالم العظيم. ثم دعي الشيخ بعد انهاء اجراءات تبرعه للتكريم من جهات صحفيه واعلاميه، فرفض وقال انا اطلب الثواب من الله. وسبحان الله توفي في نفس السنه اللي تبرع بيها بحديقه قصره وبالفلوس اللي هيدفع اللي هيبنى بيها المستشفى. والى الان مستشفى جامعه عين شمس او كليه طب عين شمس تسمى بكليه طب الدمرداش ومستشفى الدمرداش. في عام 1950 بقى انشئت جامعه عين شمس تحت اسم جامعه ابراهيم باشا، وانشئت كليه الطب التابعه لها داخل مستشفى الدمرداش لتكون ثالث كليه طب في مصر بعد الازهر والقصر العيني. وقد توفي الشيخ الدمرداش طبعا زي ما قلنا في نفس السنه اللي تبرع بها بالمستشفى بتاعته، وده كان الحلقه رقم 23. نلتقي باذن الله غدا. احنا بكره يوم 14، ف 14 و15 هنعمل يعني كده ايه يعني حلقات مش قديمه، بس هي حلقات سجلناها قبل كده في سلسله اخرى اسمها معلومه على الماشي. فهيتكلم بكرة وبعده في سؤالين يعني خفيفين كده في رمضان. سؤالنا بكرة يوم 14 هنقول
ايه اصل وحوي يا وحوي؟ ما هو اصل مقوله وحوي يا وحوي اياها بتاعت رمضان؟ ويوم 15 هنتكلم عن اصل فانوس رمضان ومدفع الافطار. دول حلقتين بتوع 14 و15 رمضان، هيبقوا حلقات معاده في الواقع من حلقات سلسله معلومه على الماشي. هناخد بس التتر بتاع فوازير رمضان في فوازير الحكيم في رمضان ونحطها على الحلقات القديمه ونعيد طرحها مره اخرى، لان ده موسم رمضان وده يعني من الافضل ان احنا نخلي الحلقات دي في رمضان. ونلقاكم باذن الله يوم 16 مع حلقه جديده من جديده خالص طبعا من فوازير الحكيم في رمضان. والحلقه دي هتكون من هو اول مسحراتي. نلقاكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.